أثناء يعني المباحثات الثنائية والموسعة اتفقنا على تطوير العلاقات بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الصناعية، الزراعية. وده أمر يمكن هيكون خلال زيارة إن شاء الله من الدعوة الكريمة اللي وجهت لي من فخامة الرئيس لزيارة البرازيل في المؤتمر اللي هيعقد هناك، وهتبقى فيه زيارة دولة خلال هذا المؤتمر أيضا جي 20، إن احنا اتفقنا على إن يتم تشكيل لجنة مشتركة على مستوى البلدين على أعلى مستوى لتنسيق الموضوعات، موضوعات التعاون والأهداف اللي هيتم تحقيقها من خلال هذه اللجنة المشتركة للبلدين. أنا مش عايز أطيل على فخامة الرئيس وعليكم، لكن المباحثات الثنائية اللي تمت عكست قد إيه حجم التوافق بين البلدين في المجالات المختلفة، وأيضا فيما يخص القضايا الدولية توافقنا على أن أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمسجونين وإدخال المساعدات للقطاع بأكبر حجم ممكن حفاظا على أرواح المدنيين، ثم وصولا إلى إطلاق مرحلة ما بعد الحرب من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وهنا لازم أسجل أن البرازيل من الدول التي اعترفت من فخامة الرئيس بالدولة الفلسطينية. أنا مرة تانية برحب بفخامة الرئيس وبشكره على وجوده في مصر وأيضا على إرادته السياسية في تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، ومرة تانية تقديري واحترامي الكبير لشخصكم، وسعيد بالزيارة وحبقى سعيد أكتر أثناء زيارة البرازيل.